يقول السائل: نامت أم وبجوارها ولدها الرضيع وبجانبه الآخر عمته، فلما استيقظتا وجدت الطفل قد مات من أثر نوم إحداهما عليه، ولم يعرفا من هي، فماذا عليهما؟ إذا كان موت الطفل بسبب نوم امرأة عليه، فالتي نامت عليه كن عليها الكفارة، لأن هذا من باب قتل الخطأ تجب به الكفارة، وهي عتق رقبة إذا أمكن، فإن لم يمكن فإنها تصوم شهرين متتابعين، وهما يعرفان من هي التي نامت عليه، يتحريان بذلك ويعرفان من هي التي نامت عليه. نعم. وإن كان حصل موته بهما جميعا، كلهم يعني اجتمعوا عليه ومات وهما نائمتان، انقلبتا على الطفل ومات بسبب ذلك، الكفارة عليهما جميعا، كل واحدة عليها كفارة. وإن كان الذي انقلب عليه امرأة واحدة، الكفارة عليها وحدها.